بعد اذنك بس الشنط هنا الامانات بعد اذنك اتفضل. شكرا بالخير. لا لو عزمتيني على محشي اهي بحافظ على وزني. احنا معلش يعني انا حاولت اشوف لكم اي حاجه لكن كل طلباتكم المره الجايه تبقى موجوده. ميرسي للشباب. شكرا. الشنطة بس ايه ده؟ الشنط كان ده. لا اتفضل خد شنطتك اتفضل. لا ما مش تقريبا شايلهم الاخ اللي شايلهم في الشنطة. ايه ده؟ يا عباس هو عملها. نعم عمل ايه حضرتك؟ عملها؟ انت اديتله الشنطة؟ ايوه ما حضرتك قلت الرقم بتاعه. عباس ده ولد كويس جدا وابن ناس. بابا كان صاحب المكان ده. بابا ظروفه نيلت كده فباع المحل ليا. فتصور انت ابن صاحب المحل يشتغل شغله بسيطه موظف بسيط عندي. المشكله فتلقاه بيجي له ما انا هقول لك بقى المشكله بيجي له لحظه كده تلاقيه يعمل اوف تلقاه بقى تعبان نفسيا وبياخد الاكياس وبيهيم على وجهه. طرق الحاجه ومشي ولا لا 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 ارجوك ما تغلطش فيه. ما هو ايه هام ونام وقام ووقف وفي لا 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 قلت هام ولا وقف حضرتك. بيهيم على وجهه. هام ونام وقعد وقام ايه اللي فيه؟ لا انا بقول لحضرتك ده في الفعل عشان تبقى عارف عشان انا ما بغلطش في حد. حضرتك دلوقتي الشنط مش موجوده وبتقولي لي خدها ومشي يبقى ده معناه ايه؟ لا حضرتك بيهيم على وجهه. هات لو سمحت فهمينا انا مش فاهم دلوقتي يعني ايه هيم على معلش خد بس دلوقتي انت كل شويه انت ده اخوك حضرتك حضرتك مالكيش دعوه بس طب انت ايه كل شويه اسكت 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 مش مديله فرصه يتكلم ليه يا فندم سعادتك خليكي معايا دلوقتي في حاجه لا يقول انت مالكيش دعوه حضرتك هات لو سمحت ما تتدخليش انا اخوك انت بتعمل الكياس بتوعك ده كلهم ايه اللي كان في حاجات ب 300 جنيه طب يعني ايه 300 يعني ايه 300 يعني ايه 300 انا امبارح فكت 5 جنيه بشرفي حطاهم في جيبي فجاه ما لقيت ولا مليم حزنت عليهم طب حضرتك دي 5 جنيه لكن احنا 300 جنيه بالنسبه لي ما انت حضرتك يمكن راكب عربيه يمكن انت مليونير لا مالكيش دعوه براكب ولا مش راكب بتتكلم في يمكن انت مليونير وبعدين انت عملت انفعل وانت على فكره باختصار عامل لي شرز انت لا شرز ولا يعني حاجه شرز. انت مش شرز انت يعني شرز أساسا. يعني مش شرز ولا عميل انت قلبك قلب خصايه قلب خصايه ايوه واضح ان انت يعني اصلا في مش مزرع ولا حاجه تعال هنا تعال اقف تعال احضر احضر المصيبه اللي انت عاملها احضر احضر يا فاشل يا فاشل كنت فين يا عباس كنت هائم على وجهك اتفضل اهو كان هائم على وجهه هائم يا ابني الراجل ده واقف بقاله ساعه بيهزقني هو واخوه عشان يعجبك فين الهدوم خدت الاكياس ورميتهم في النيل عند الحته المزلقانه دي المدوره بيروح يقعد عند المزلقانه المدوره دي زي ما كان هو صغير يمسك السناره ويشتري السمك كان يقعد هناك في الحته استني يا ستي استني على جنب بقى استني زي استني بقى دلوقتي انا بكمل لحضرتك وهو طفل كان اسكتي لو سمحت دلوقتي انت ما تتنطعيش خالص دلوقتي حته مدوره كده يقف عندها اسكتي خالص رميت الشنط يا عم انت يابا انت نمت ولا في ايه ما تتكلم رميت الشنط يا عباس شفت بيعمل دماغه زي القلقاسه ازاي رماها رميت الشنط يا باه المفتري عاجبك كده لما يجي لك خط البرد كده كده كل لك كده ميه ايه ده كده عاجبك كده منظرك انت يا عم الشنط فين انت ده مرض نفسي حضرتك يا ستي مرض نفسي ايه وانا ولا مره بقى اعرف مرض نفسي ولا جلد عايز حاجه بتاعتي خلاص عمال تزعق عايز حاجه خلاص عايز حاجه عايز حاجه ايوه عايز حاجه ماليش دعوه بالمرض النفسي ولا الجلد بس اهي يلا بقى بلا عرف لو سمحتي يا مدام مادموزيل لو سمحتي لو سمحتي يا مادموزيل كان في شنطة هنا فيها حاجاتي واخدت الرقم ده امانات ايه ده يا عباس عباس يا بلعوتي يبقى عملها عمل ايه يا هاني هاني ايوه تعالى يا هاني تعالى ايوه لسه زكري عباس البلوطي فين ما شفتوش انا كنت جوه لا فين يعني راح فين لا يكون عملها عمل ايه تقدري انك كان عملها عمل ايه يا مدام اعمل ايه في عباس البلوطي ده اكيد عملها
هو كده عملها فعلا. عمل ايه مدام؟ قطع دراعي لو ما كانش عملها. عمل ايه مدام؟ مدموزيل لو تكرمتي. عمل ايه مدموزيل؟ عباس البلعوتي ده ابن البلعوتي بن صاحب المحل ده، ومحلات تانية جنبينا هنا خدوها عملوها بافتة. انا كمان اشتريت ده. الولد زي ما تقولي حازز عليه انه ازاي بابا كان صاحب المكان ويشتغل هنا موظف، فتقولي حضرتك مكدود. فاهمة ازاي؟ يعني ايه مكدود؟ يعني تبقيه قاعد بس مكدود كده ومش قادر وبيبقى صعبان عليه واحيانا بيهيم على وجهه. هو حضرتك اكيد هام على وجهه. خدت الاكياس يا عباس بتاعت الناس ورحت رميها في النيل عند الحتة المهوصة هناك دي، مش كده؟ من صغره يحب الحتة المهوصة عند النيل، كان يقعد بسنارة وصغير يصطاد سمك، ولما كبر جت في الحكاية بتاعت النهيم على وجهه بعد باباه بتبوتي والعبعوتي وقرايبه ناس هاي هاي هاي. اخس عليك اخس كده كده بقيت عسرة كده. خد البس دي تتدفى. شنط لو سمحت. يا مجالك ايه؟ ارفع البلالين على ايدي. ايه؟ اتفضل. حديتك اربعة مش كده؟ ايوه يا فندم. هو اداك نمر اربعة ومشي؟ اداني نمر اربعة معرفش بقى مشي ولا مشاش، هو كان قاعد هنا. يا خبر يا ميشو. يا نجاتي انفخ البلالين عشان عيني بلال. حضرتك انا عايز افهم فيه بالظبط. يبقى عملها حضرتك. عمل ايه يا فندم حضرتك؟ يا هاني هاني. ايوه تعالى. ايوه لسه جاي دلوقتي. انا عايز اعرف حاجه وبصراحه. أيوة. ما تلفش ولا تدور عليا عشان الراجل ده محترم. ايوه ميشو فين؟ مش عارف، انا كنت جوه ما خدتش بالي. ايه جوه دي؟ اكيد عملها انسه ذكيه. عمل ايه؟ عمل ايه؟ مضطر اقول لحضرتك بيهيم على وجهه. بيه؟ بيهيم على وجهه. يعني ايه يا فندم بيهيم على وجهه؟ يعني حضرتك الولد ده، احكي لك الحكايه بس ارجوك تصبر عليا وما تتضايقش مني. حضرتك انا مش عايز اسمع حكايات، انا عايز الشنط بتاعتي. الولد ده حضرتك بابا كان غني غني جدا، المحل ده محل من ضمن محلاته، انا كنت شغاله عنده، انا اشتريت منه المحل والاب توفى وبقى الولد ده مش لاقي شغل، فانا شغلته عندي بعد كده. تصور ولد كان صاحب مال يتحول الى انه بيشغل عندي، فجت له العقده حضرتك، جه له لحظه وبياخد اي كياس من الناس يركنها جنبه وتلاقيه عمل اوف واخد الاكياس ويمشي وعن ميل حضرتك ويروح يرميها عند الدوريه. يعني بتقول ايه يا فندم؟ على ايه؟ هقول لحضرتك. على ايه؟ على ايه؟ ما هو بيجي له الحاجه. يعني انا عايز اسال، عشان الشنط بتاعتي دلوقتي مرميه في النيل. يا نجاتي يا نجاتي انفخ البلالين عشان عيد الميلاد. هو يوم غريب انا عارفه. الاستاذ في منتهى الشياكه بصراحه، في منتهى الادب في منتهى الذوق، ومش عارف اعمل لك ايه. مش عارف اعمل لك ايه. الشنط بتاعتي حضرتك بعد اذنك. يا نجاتي يا نجاتي انفخ البلالين عشان عيد الميلاد. يا لسه لو سمحت بعد اذنك. مين اللي برا؟ لو سمحت بعد اذنك. مين؟ تعالى تعالى شوفي الهدوم بتاعتي لو سمحت. مين اللي برا حضرتك؟ مين؟ ما تيجي تكلميني هنا. طيب حضرتك مين؟ طب ما تيجي هنا وتشوفي مين. طيب بتاع ايه حضرتك اللي برا؟ بتاع الشنط اللي اتاخدت من هنا. مين اللي خد منك الشنط؟ ما تيجي تكلميني. طيب أمر حضرتك لو سمحت عايز الشنط بتاعي. ما حضرتك قلت لك انا مش عايز الولد. اسمع حضرتك، الولد بيهيم على وجهه. ما فيش ايه بيهيم على وجهه دوت، ماليش دعوه. انا بيهيم على وجهه اهو اهو كده يا ميشو. كده يا ميشو. يا نهار اسوح كده عسره كده كده ميه كده ومزيبت كده. يا ميشو الشنط انت خدتها فين؟ انت يا ميشو كنت هايم على وجهك؟ رميت الشنط في النيل. ايه هي ما شنط الشنط بتاعتي رميتها في النيل؟ ده الشنط اللي خدتها من الاستاذ رميتها في النيل عند المزلقان المدور. لا ده كده نصب بقى. ما تعيش فين الامانه يا زكية؟ عايز ايه؟ فين الامانه؟ الامانه اهي. خد شكرا. في ايه؟ كده كده ميه. بص بقى انا
ماليش دعوه اخص ولا مش اخص، انا عرفت منك ده فاشل. فاشل انا مالي فاشل؟ انا مش فاشل، انا عايز الكابتن اللي جاب هنا. ترميلك؟ لا 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 بعد اذنك. لا 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 معلش. لا مفيش معلش. انت بتسوق الشت، انت مش همك الفلوس اللي هنا ولا ايه؟ انت بتسوق الشت. اضربك كمان. بقول لحضرتك مفيش. تقولي لي انا حطيت هنا كيسين. ايوه فيهم لبس. ايوه ب 800 جنيه. ايوه ده خدهم وماشي. ايوه ما انا بقول لك اضربك يا اضربه، مش هيهمني. هتفكري نفسك سبت اخاف مني؟ لا حضرتك انا بكلمك باحترام. بصي انا مفيش احترام. انت ما خدتش احترام، انا عرفت من شكلك ده عاجبك. انت بتسرح عيال في الاتوبيسات بقى. انا عليك بسرح ايه؟ عيال بسرح عيال. اه ومسرحه لفند ده يعني عايز فلوس يال. لا لا حرام حرام. استناني مش فاهم. مش فاهم. مش يا ليه وصلتنا لكده؟ وصلت لايه؟ للي حصل ده. يا سلام ملاك. خلاص خلاص تعب. ده انت اتعورت بجد. استنى استنى. اتعور والله. الفقره دي اتصورت. اه كويس. اه بعد الضرب ده والبهدله اللي انت عملتها لنا دي. اه احنا عايزين نذيع. لو انت مش عايز تذيع نذيع. يا عم الفقرة دي احنا صورناها، لو انتوا عايزين تذيعوا قولوا نذيع، مش عايزين تذيعوا نرميها. احنا عايزين الشنط الاول. اه الشنط طبعا هتاخدها وكل حاجة. تذيع ولا ما تذيعش؟ لو انت مالكش رغبة خلاص ما تذيعش. اتفضل حضرتك ذيع. اذيع. اللقطات اللي واخدينها كلها طابت.